هنا. حبيبتي ده فطار خمس نجوم ده. طبعا، واحنا هنهزر؟ ربنا يخليك ليا يا حبيبتي. ويخليك ليا يا جوزي يا حبيبي يا ابو عيالي في المستقبل القريب ان شاء الله. رواني عايز اشبع من امهم الاول، بس طبعا ربنا يرزقنا بالخير في الصالح ان شاء الله، ده الاهم. يا رب يا حبيبي. طب يلا كمل اكل هيبرد. انا بحبك قوي يا مريم. وانا كمان بحبك قوي. هاتي بيضه بقى. عيني. اه صحيح، نسيت اقول لك، مش انا جالي شغل؟ شغل ايه؟ مدرسه امريكان، بس ايه؟ هتبقى من اكبر واهم المدارس في مصر. كنت بعت لهم السي في بتاعي زمان ونسياه. كلموني واحنا في الهاني مون، قلت لهم اسبوع يعني ونحدد ميعاد. طب وانت خدت رايي في الموضوع ده؟ اخد رايك في ايه؟ ما انت عارف ان انا بشتغل مدرسه. وعلى فكره مرتباتهم تحفه. بس انا مش عايزك تشتغلي. انا عايزك تاخدي بالك من بيتك، من جوزك والاولاد اللي بتقولي عليهم دول. يا حبيبي ما انا هاخد بالي من جوزي ومن ولادي، بس دي فرصه حلوه قوي، وانت كده كده هتبتدي تنزل شغلك الصبح، وانا البيت هيبقى فاضي عليا، ايه المشكله يعني؟ يا حبيبتي حياه الشغل للست المتجوزه مش سهله زي ما انت متخيله. وانت حبيبتي بسكوتايه، انا خايف عليكي. لا لا ما تخافش عليا، هبقى كويسه. خلاص بقى يا مريم، نقول ونعيده. وبعدين المدرسة دي أكيد إدارتها أجانب، يعني مش وارد إن هم يعينوا واحدة محجبة. هي مين دي المحجبة؟ هو مش إحنا اتفقنا إن أنت هتحجبي بعد ما نتجوز؟ أديك اتجوزنا. أديك أنت بتتكلم بجد؟ بتضحكي علي، أنا مش بهزر. أصل إحنا ما اتفقناش على الكلام ده. إمتى قلنا إن أنا هتحجب؟ لا اتفقنا وقلنا، بس أنت برضو كنت فاكراني بهزر. عموما يلا ناكل لقمتين بس عشان نلحق نادو الدكتور نبيل فاروق. يعني أنا مش فاهمة دلوقتي، يعني هعمل إيه في موضوع المدرسة ده؟ انسي الموضوع ده خلاص. يعني لو كلموكي قولي لهم جوزي حبيبي خاف عليا ومستتني في البيت. الملكات ما بيشتغلوش. أنا هلكت بشكلي. مشينا ماشي. جاتكم خيبة، جيل صحته على قده. هو مش عمورة ده أخوكي ولازم تتعبي له. يا خبر يا طنط. أه طبعًا زي أخويا، ده كلام. حبيبة قلبي عقبالك إن شاء الله، بس كان عمورة عمل الخطوبة دي في بيت عروسته كنا ارتاحنا شوية. يا ماما ما أنتِ عارفة، ما هو بيتهم صغير قوي، وبعدين كده كده هما متفقين يتقاسموا الخطوبة والفرح، فتمام مش مشكلة. اسم الله عليه، عمورة حبيب أمه جايب لي عروسة إيه؟ برنسيس، عيلة تشرف. تقصدي إيه يعني بالكلام ده؟ ليه روحي ولا أقصد ولا ما أقصدش ولا على راسه بضحك. بقول لك إيه، أنتِ رحتي الانترفيو ولا لسه؟ لا ما روحتش، غيرت رأيي. غيرتي رأيك في إيه؟ خلاص مش عايزة أشتغل. نعم. ليه يا مريم؟ ليه يا ماما؟ عايزة أتفرغ لبيتي وجوزي، كده أحسن. إيه مالك؟ مالناش يا روحي. ايه يا حبيبي اتأخرت كده ليه؟ ايه رأيك؟ لا سيبك من الكلام ده، انا جايب لك مفاجأة. مفاجأة؟ ايه رأيك في ده بقى؟ ايه ده؟ ده لشيماء؟ شيماء ايه ده ليك انت طبعا، لو شيماء اجيبه هنا. ليه انا؟ بس يا حبيبي يعني ده مش ستايلي خالص، مش ذوقي. بقول لك ايه؟ خليه معاك دلوقتي وخلي الريسيت معايا ونبقى نعدي نغيره اي وقت. يلا بقى اجهز بقى عشان ماما بقالها ساعة بتستعجلني. أنا مش هعمل أي حاجة غير لما أنت تلبسي الأول. ما أنا لابسة وجاهزة أهو، فاضل لي الشنطة وهاخد معايا شال وأنا نازلة. يلا قوم. أنت فاكرة أنا هنزل معاكي وأنت لابسة كده؟ ليه؟ في إيه؟ في حاجات كتير. أنت مش تنزلي وأنت لابسة كده بقى. ليه يا آدم؟ ماله لبسي؟ خلاص بقى، ما تعصبنيش. بس ده فستان وحش جدا ولونه وحش، وبعدين باين عليه فستان محجبات، هتلبسه لي إزاي؟ خلاص أنا نسيت أقول لك صحيح. هجيب لك معاد. مريم دي الوقت تنفذي فيه اللي احنا اتفقنا عليه، تتحجبي. ادم لا لا، انت بتقول ايه؟ لا انا مش جاهزه للخطوه دي خالص. بعدين بعدين. ليه؟ ايه المشكله؟ طب اقول لك ايه يا ادم؟ تعالى نروح دلوقتي خطوبه عمر، ولما نرجع نبقى نتكلم وناخد قرار في الموضوع. يلا لو سمحت. لا يا مريم دلوقتي، مش دلوقتي نتكلم. دلوقتي تلبسي. مش هلبسه يا ادم، مش هلبسه. مريم انا بقول حاجه تسمع من غير كلام. ما
المهرجانات اللي انت عاملاها في وشك دي تمسحيها من هنا ورايح، مش هتعتقي باب الشقه دي غير وانت محجبه. فاهم؟ معقوله حد من المعازيم جه؟ دول يبقوا تلمين قوي بصراحه. روحي يا شيري شوفي مين. انا هخش المطبخ اشوف سمر. ايه ده مريم؟ معرفتكيش يا بنتي. مريم مالك؟ ازيك شيري عامل ايه؟ ازيك يا ادم عامل ايه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك؟ 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 ان احنا ناس منحلين يعني مثلا؟ لا ما قلتش كده، بس انتوا محسسينها انها اجرامت يعني، مش فاهم في ايه. لا يا استاذ، كل الحكايه ان احنا متفاجئين بالقرار، خصوصا اننا عارفين مريم كويس وعارفين هي بتفكر ازاي، وان اكيد ده مش قرار. وايه المشكله يعني لو حتى قراري ومات؟ مش عيب يعني، انا جوزها برضه. ماما ازيك يا طنط؟ عامله ايه؟ زهر الحمد لله. انت ايه؟ انت مريم؟ ايه مريم اللي انت عاملاه في نفسك ده يا بابا؟ انت ايه اللي حاصل ده؟ ايه يا ماما ده بدل ما تباركي لي على الحجاب؟ حجاب؟ هو انت اتحجبتي؟ امتى وازاي يعني؟ عادي يا طنط، ما هي لابسه محترم ومحتشم اهو، حجاب يعني. طب يعني مش يمكن اتسرعتوا شويه في الخط وبعدين ما كنتوا أجلتوها لبعد الخطوبة ولا إيه؟ الظاهر إن القرار ده جه فجأة صح؟ لا لا يا ماما، القرار ده يعني لما الواحدة بتاخده بتنفذه على طول. أه فجأة كده. يا دي من يا شاي يا ضنط، عقبالكم جميعا. اتفضل. استني أما أقفل الباب. إيه خلاص هتموتي لو احترمت نفسك خمس دقايق زيادة؟ احترمت نفسي؟ ايه الاسلوب ده؟ هو انا ما كنتش محترمه قبل كده ولا ايه؟ انا ما قلتش كده، بس انت دلوقتي محترمه اكتر. اقعدي، عايز اتكلم معاك كلمتين. لا بقى، انا اللي عايز اتكلم معاك كلمتين. ايه اللي انت عملته النهارده ده؟ يعني ايه تمشيني من خطوبه اخويا بعد ساعه مما رحنا؟ تقصد ايه؟ مش كفايه انك غصبتني على حاجه انا مش عايزاها؟ طب انا هسالك سؤال. ايه رايك في راجل مش بيحترم كرامه مراته قدام الناس؟ مش فاهمه يعني ايه السؤال الغريب ده؟ ولا غريب ولا حاجه، جاوبي بس. يبقى ما يستاهلش يتقال عليه راجل. يبقى متفقين. ها؟ وانت متجوزه راجل يا مريم، مش كده؟ انا مش فاهمه انت بتتكلم عن ايه؟ انت لو واخده بالك، انا مشيت لما لقيت كل شويه حد من اهلك بيجي يستظرف ويستخف دمه عليكي وعلى شكلك وعلى حجابك، وانت حاطه وشك في الارض كأنك عامله عامله. ما هو طبعا عشان شكلي يضحك، وانت السبب في ده. شكلك يضحك عشان ملتزمه؟ وبعدين مش مهم هم يضحكوا، المهم تظهري بالمظهر المناسب كزوجه لادم عبد الحميد. انا مراتي لازم تبقى محجبه يا مريم، احنا ما عندناش الكلام ده. انتوا مين؟ انت بتتكلم عن مين اصلا؟ بتكلم عن عيلتي، عن اهلي يا ماما. احنا عيلتنا كلهم محجبات، ناس محترمه ولابسين محتشم، مش زي عيلتكم نازلين بالمايوهات. بس العيب مش عليهم، العيب على الرجاله اللي سايبينهم ينزلوا كده. انت اتجننت؟ انا مش هسمح لك تتكلم كده عن قرايبي. والله ضحكتيني. لعلمك بقى باللي هم لابسينه ده، تربيتهم ما حصلتش تربيه بنات جايه من شارع الهرم. ادم لو سمحت ما تتكلمش كده عن قرايبي. طب لعلمك بقى قرايبك دول مش هتشوفيهم تاني. ايه؟ لا ده انت اتجننت رسمي. انا لا عاش ولا كان اللي يخليني اقطع علاقتي باهلي. هو انا بحذرك اهو، الكلام ده انا مش هكرره تاني. انت واثق فيا بقى زيهم؟ انت ذوق ما ينفعش معاك يا مريم. انا هوريكي، انا لما اقول كلمه تقولي امين. فاهمه ولا لا؟ فاهمه ولا لا؟
اوعى تقرب مني يا ادم، انت فاهم ولا لا؟ ابعد عني يا ادم احسن اصرخ والم عليك الناس. طيب اسمعيني بس، اسمعيني مريم. انا اللي عملته ده ملوش اي مبرر، واي كلمه اسف دلوقتي انا عارف انها ملهاش اي معنى. انا مش عارف اللي حصل ده حصل ازاي. ارجوك يا مريم سامحيني، انا مش متخيل اصلا ان انا مديت ايدي على اكتر انسان انا بحبها. ارجوك يا مريم، ارجوك سامحيني، انا كراجل مش عايز اشوف مراتي غير ملكة. ارجوك يا مريم، ارجوك اغفري لي. انت بتعمل ايه يا ادم؟ بتعمل ايه؟ قوم لو سمحت، قوم. مش هقوم، مش هقوم غير لما تسامحيني. قولي لي ان انت سامحتيني. ارجوك يا مريم، ارجوك اغفري لي. انا مصدومه فيك يا ادم، والله مصدومه فيك. انا مش مصدقه ان انت راجل اللي انا حبيته. عارف يا مريم، عارف انا غلطت، انا غلطت، بس انت، بس انت برضه تقدري تغفري لي، مش كده؟ مريم انا بحبك وانت عارفه كده كويس. ايه حبي ليكي ده ما يشفعليش عندك؟ انا بترجاكي، بترجاكي تغفري لي. وعدني يا ادم انك مش هتعمل كده تاني. مريم انا بحبك وحبي ليكي ده هو اكبر دليل على انا بقوله، وانت عارفه كده. سامحيني يا مريم، اسف. طبعا مش هيكرر تاني، ده مش بس كلام، هتشوفي نفسك.